صحيح ولا غلط انك غنيت في مهرجان كارتاج الدولي عام 94 و95 وانت مازلت طالبه وقتها؟ اي وانا مازلت ستوديونت ومش طالبه، انا وقتها مازلت تلميذه في الكونسرفاتوار، مش حتى طالبه، معناها مازلت ما دخلتش معهد العالي للموسيقى، ما وصلتش معناها البكالوريا. تلميذه. اي مازلت تلميذه في المعهد الوطني للموسيقى. غنيت في مهرجان قرطاج في الافتتاح عام 1990، وغنيت زاده في 1994 و95 زاده في مهرجان المدينه. هذه كانت الاولى التجارب. من الاول مازلت صغيره، مازلت صغيره. صحيح ولا غلط انك ترفض تعمل ديو مع فنانين اخرين؟ لا غلط، علاش ما نرفضش؟ فما مشروع ديو؟ والله ان شاء الله، لكن انا عملت، راني عملت فيت معناه في غنيه على باب الله وكان حلو. مانيش ضد، جست المهم لا، المهم تبدا غنيه مزيانه وتبدا لايقه على واصواتنا لايقه على بعضها معناها. صحيح ولا غلط انك ما تحبش الراب وترفض تغني مع رابر؟ لا غلط تماما، غلط. علاش غلط؟ الراب توا موسيقى فارضه نفسها وعندها جمهورها وفيها حاجات حلوه، معناها علاش باش انا احب كل الالوان الموسيقيه. ممكن الناس ما يصدقوش الشيء هذا، معناها خاطر الناس، ما نقول لك حاجه بصراحه، الناس حسرتني في اللون الطربي وهو لا ماهوش صحيح. انا انسان نغني كل شيء، ديجا انت قلت قبيله تغني كل الالوان، انا نغني المغاربي، نغني الشرقي، نغني التونسي. ومعناتها كيجيني اقتراح باش نعمل معناها ديو مع رابوز، عملت، وهذا من تقديري للفن هذا طبعا، انه فيه ناس مختصين قدموا الكثير. صحيح ولا غلط انك ترفض تغني في العلاب الليليه؟ في العلاب الليليه دي بوا دوني؟ لا لا، ما نغنيش في بوا دوني. صحيح صحيح، لا صحيح، اما معناها ما نقولش كوني نغني، لا لا، اما نغني في دي زوتيل، دي سواري بريفي نغني، مع روسيت نغني، فهمت؟ بطبيعه كي يبدا عرس في نزل نغني، اما كباريات وبواتات لا 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 مجال، لا مجال. صحيح ولا غلط انه تم تعيينك عديد المرات ضمن لجنه التحكيم في عديد المسابقات الفنيه في المؤسسات الوطنيه والمهرجانات؟ اي انا ساعه نشكر ثقه العباد الكل اللي خموا باش تكون شهر الزهلان موجوده في لجان التحكيم. هذا طبعا تقديرا لمستواي الفني ولثقافتي الموسيقيه، وطبعا خاطر يعرفوني حقانيه وما نحايلش. انا معناها انسانه، معناها عندي ذوق طبعا في الموسيقى، وثقتهم فيا وايمانهم ب معناتها حسن تقديري للموسيقى الجيده هو اللي خليني موجوده في لجان تحكيم تاع مهرجانات كبيره. كنت موجودة في لجنة التحكيم تاع مهرجان الأغنية، كنت في عديد لجان التحكيم. أنا مؤخرا كنت في مهرجان جديد زادة تعمل في دورته التأسيسية موجه لنوادي الغناء. تعرف اللي نوادي الغناء النسائية كثرت في تونس، فكان فكرت المندوبية الجهوية للثقافة في المنستير باش تعمل مهرجان فيه مسابقة بين مجموعات متعددة من نوادي الغناء النسائية، وكنت أنا موجودة في لجنة التحكيم لاختيار ثلاثة نوادي الأولى، معناها اللي كانت متميزة من بين 12 مجموعة. فهذه حاجة طبعا تشرفني وتفرحني. وصحيح صحيح ولا غلط انك ترفض الحضور في بعض القنوات التونسية وقليلة الظهور الإعلامي؟ قليلة الظهور صحيح، لكن نرفض ما فماش علاش باش نرفض. لا لا لا، علاش؟ القنوات الكل باهين، وكل قناة فيها طبعا الغث وفيها السمين، فيها البرامج اللي تستحق واحد باش يمشي لها، وفيها البرامج اللي ما واحد يسون قدر واحد. ما تختار البرامج واش تختار؟ علاش لا، علاش لا؟ طبعا واحد يعرف وين يحط ساقيه وكهو، معناها ما يتسرعش. معناتها انا مش الهدف نتاعي الاساسي الظهور فقط، كيفاش نظهر؟ يعني انك جيتك اللي كنتي توا تبارك الله، معناها قاعده مزيانه، اسئله في محلهم، اطار وديكور حلو، لقيت قدري، انت بيدك عارفه روحك استضفت شهر زاد هلال، هي نوعيه معينه من الفنانين وكاتيجوري معينه، فعارفه روحك فيش قاعده تسال وعارفه روحك مع شكون قاعده تتعامل، لهنا لقيت قدري نجي. تنجم تمشي عايشك، تنجم تمشي لإيميسيون أخرى
معناتها ما تلقاش هكا الحظوه هذيك، ما تلقاش يعني الناس ما تنجمش تقدر تقعد بعيده عليك جمله نولي انا معناها نحس روحي نشاز معناها في وسطك هيك الجلسه هذيك، ما مش نكون على راحتي وما نجمش نكون سبونتاني معناها كيما مستاذ. واضح كانت هذه صحيح ولا غلط. قاعده تحضر في جديد شهرزاد غنايه في الطابع التونسي، وقتاش تخرج؟ والله ان شاء الله هو